ثم قال ابن الأثير: ولقد جرى لهؤلاء التتر ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه. طائفة، ما هو العجيب عند في هؤلاء؟ ما هو الشيء الذي لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه؟ يقول: طائفة تخرج من حدود الصين لا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية، ويجاوز العراق من ناحية همدان. وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها. يقول: معقول هؤلاء خلال عام هو الطريق من سمرقند، من البلدان القريبة من سمرقند إلى بلاد الصين، إلى موطن جينكس خان كما بين ابن الأثير، قال يحتاج إلى أكثر من 6 أشهر. إذن هؤلاء كانوا يسيرون بالسرعة القصوى ولا يوجد من يقف بوجوههم. هذه البلاد الإسلامية كانت مفتوحة، كانت فعلا عبارة عن نزهة يتنزه فيها التتار. أين الإسلام؟ أين المسلمون؟ أين الجيوش؟ أين العساكر؟ أين الجهاد؟ أين الفقهاء؟ أين أبناء تيمية؟ أين منهج ابن تيمية؟ أين التحشيد؟ أين التكفير؟ أين الإرهاب؟ أين التفجير؟ أين العبوات الناسفة؟ أين السيارات المفخخة؟ أين الخيول المفخخة؟ يقول: وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها، والحق بيده، فمتى استبعد ذلك؟ إذا استبعد هذا يقول: فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم، في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة، سطرنا هذه والجميع يعلم بهذه الحادثة، والجميع كتب هذه الحادثة بهذه الخصوصية من سرعة التحرك والسيطرة على البلدان. استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم، فلقد دفعوا من العدو إلى عظيم، ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه، ولم ينل المسلمين أذى وشدة، مذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينل المسلمين أذى وشدة مذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن في زمن ابن الأثير في وقت الغزو التتاري قبل سقوط بغداد بعشرات السنين. هذا العدو الكافر التتر، والكلام لابن الأثير، يقول: هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخربوها، وناهيك به سعة بلاد، وتعدت هذه الطائفة منهم النهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك، ثم إلى الري وبلد الجبل وأذربيجان، وقد اتصلوا بالكرج فغلبوهم على بلادهم. والعدو الآخر الفرنج، الفرنج قد ظهروا من بلادهم في أقصى بلاد الروم بين الغرب بين الغرب والشمال، ووصلوا إلى مصر فملكوها مثل دمياط وأقاموا فيها، ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنها ولا إخراجهم منها، وباقي ديار مصر على خطر. ومن أعظم الأمور على المسلمين أن سلطانهم خوارزم شاه محمدا قد عدم
لا يعرف حقيقة خبره، فتارة يقال مات عند همدان وأخفي موته، وتارة دخل أطراف بلاد فارس ومات هناك وأخفي موته لئلا يقصدها التتر في أثره، وتارة يقال عاد إلى طبرستان وركب البحر فتوفي في جزيرة هناك، وبالجملة فقد عدم. وهذا عظيم إن مثل خراسان وعراق العجم أصبح سائبا لا مانع له ولا سلطان يدفع عنه، والعدو يجوس البلاد يأخذ ما أراد ويترك ما أراد، على أنهم لم يبقوا على مدينة إلا خربوا كل ما مروا عليه وأحرقوه ونهبوه، وما لا يصلح لهم أحرقوه، فكانوا يجمعون إبريسا تلالا ويلقون فيه النار، وكذلك غيره من الأمتعة. التفاته: بعد كل تلك الحقائق والوقائع الخطيرة المهلكة، فإن متحجرة العقل يصدقون بأن خليفة بغداد المستعصم وأئمة التيمية في بلاط الخليفة كانوا في غفلة وجهل، فلم يدركوا حقيقة الخطر حتى صار المغول على أسوار بغداد حسب ادعاءات منهج ابن تيمية التدليسي، فلم يستعدوا للمعركة بل سرحوا العساكر وانشغلوا بالرقص والغناء والطرب والفحشاء، إضافة إلى فتاوى التكفير والإرهاب وقتل الأبرياء في كرخ بغداد وغيرها.